السايد مينيو. سايد مينيو اللي هي المينيو اللي على الجنب، عارفينها؟ اعتقد في صوره هنا، مفيش صوره للاسف، اكيد انتوا عارفينها اللي هي المينيو اللي بتطلع من على الجنب الشمال. لا على الجنب الشمال كده، وبتزيح المحتوى الباقي كله. فلو بيبقى على الجنب الشمال كده بيطلع فيه مجموعه من اللينكس، لما تدوس عليها بتنقلك لصفحات مختلفه. يقول لك تو انيبل ليفت سايد مينيو، المينيو اللي على الشمال في الابلكيشن بتاعك، بتضيف ناف اوبجكت. بتضيف ايه؟ ناف وسلاش ناف. ما احنا عارفين ان الناف بيتحط فيه لينكس، ايه هايبر لينكس عاديه جدا للدوم بتاعك. اند سيت الاي دي اتريبيوتس، وتظبط الاي دي بتاعك تو انيبل رايت سايد مينيو. خلاص. وممكن بعد كده تضيف حاجه اسمها اسايد اوبجكتس. اسايد ده برضو بيبقى عارفين، واحنا عارفين التاج دوت، اسايد ده بيبقى حاجه جانبيه اصلا، معناها جانبي او معلومات جانبيه. خلاص. ونديها الاي دي بتاعها يو كان لود كاستم مينيوز اون يور بانل بيزد على الاتريبيوت الاي دي. يعني بيقول لك لو انت عامل اكتر من اي دي واكتر من واحده، ممكن تقدر تظبطهم بناء على الايه؟ على الاي دي بتاعهم. هنيجي هنا نبص، ادي ديف الكلاس اسمه بانل، اي دي مين، داتا تايتل مين. اهم حاجه قال لك بقى هنا ايه بقى؟ الداتا ناف ليفت ناف. الداتا ناف هو ليفت ايه؟ ناف. والداتا اسايد اسمه رايت ناف، والداتا اسايد اسمه رايت ايه؟ رايت ناف. طبعا لسه هيدور على الليفت ناف وعلى الرايت ناف عشان يكون لك المنيو، عشان يكون لك مين؟ المنيو. لانه قال لي ان الناف اوبجكت هنعمل ناف وسلاش ناف ونركبه، ولازم يكون الاي دي بتاعه اسمه ليفت ايه؟ ليفت عشان يركبه تبع المنيو دي. والرايت ناف الاسايد اسمه رايت ناف ده اللي هيطلع، هو برضه يكون متركب على ديفا، اسف على نافا، والاي دي بتاعها اسمه رايت ايه؟ رايت ناف. فبيقول لي انك لازم تعرف الليفت ناف والرايت ناف دول should be declared on the bottom of the HTML، يعني تحت خالص في HTML هتبدا تعرفهم، تبدا تكتب الكود بتاعهم في HTML تحت. فلو تحت هاش كونتنت اند هاش نافار ديفال، يعني الديفال اسمها هاش كونتنت والديفال اسمها هاش نافار، لازم تكون معرف فيها الكلام ده. ازاي؟ تعال بص، ادي ديفال اي دي اسمها ناف بار وسلاش ديف. فيرست سايد منيو اللي هو الديفولت، ادي ناف وسلاش ناف، ودي الاي دي بتاعها اسمه ايه؟ منيو. دي الديفولت منيو سايد. ناف واي دي وسماها سكند، ودي سكند ايه؟ سكند منيو. واسايد اسايد عامله اي دي رايت، وده رايت سايد ايه؟ منيو. على سبيل المثال احنا عايزين نجرب الكلام ده، يعني كنا بنشرح في السايد سايد منيو اللي هي على الجنب الشمال اللي هنا. خلاص كده؟ نروح كده على انكور، المفروض بقى يطلع لي الصفحه دي، وما يطلع لي هيطلع لي مين؟ السايد منيو اللي موجوده على جنب هنا. هو اللي احنا كنا بنحكي فيها. طيب. بيقول لي دوت هاز منيو كلاس. لما يكون عندك ناب تاج خلاص؟ والاي بي اي الاب فريم ورك لقاها في كلاس اسمه هاز منيو، في كلاس اسمه ايه؟ هاز منيو. بنضيفه على الهيدر والكونتنت والنافبار كله متاح فيه، عشان الاي اف يو يعرف ان احنا هننقل الكلام ده في المنيو اللي معروضه. خلاص كده، دي خاصيه من الخصائص اللي احنا لازم نكون عارفينها، اللي اسمها هاز منيو. تتحط على الكونتنت ذات نفسه. لما اقول له ان هو هاز منيو فيعرف ان المنيو دي، فيروح بقى يدور على المنيو المتعلقه بمين؟ بالبانل دي او بالكونتنت ده. خلاص كده، فلازم نقول له هاز منيو، لازم نقول له هاز ايه؟ هاز منيو، عشان يعرف ان البانل دي متعلقه بايه؟ مرتبط بيها، منيو معينه، بعد كده بيقول لي احنا عايزين نعمل حاجه اسمها سبليت فيو. لسه ما كملش الكلام على فكره، لسه بيخلص الكلام. يقول لي انا عايز اسبليت الفيو عشان يبقى جزء للمنيو وجزء لمين؟ للشاشه زي ده كده. طبعا دي كده باي ديفولت بتطلع كده. اه ف
في الايباد، لكن في بقيه الاجهزه ما بتظهرش. بقيه الاجهزه ما بت ايه ايه ده ايه ده لسه واد ده بقيه الاجهزه ما بتظهرش خلاص، بقيه الاجهزه ما بتظهرش فيها الايه. فبيقول لي الوقت انا عايز اتكلم معاك ازاي نسبلت، ازاي نقطع الفيو عشان نعرض الليفت سايد منيو عشان يبقى معروض على التابلتس. لما بتزق كده يا شباب والمنيو تطلع، بتلاقي الصفحه الاساسيه بقى نصها طالع بره الجهاز، طبعا مش هيطلع بره الجهاز لكن هتختفي يعني، ويبقى نصها الثاني بس هو اللي هيبقى معروض. لو تفتحوا السايد منيو ولا ايه؟ الواحد بدا يسقط قوي مش عارف رمضان عامل عمال شوت. المهم يعني فبيقول لي لو انت عايز تعمل كده بتعمل العلامه ديت، تقول له يو اي دوت سبليت فيو بتساوي ترو، خلاص بقى يعرض لك يسبليت لك الفيو. طب لو بتساوي فولس معناه انت مش عايز تعرض اي ايه اي منيو على الجنب. فون منيو توجلينج، وده مهم جدا لان هو ده اللي بنشتغل بيه، ما بنشتغلش باللي فوق ده خالص. ايه هو؟ دايما بيبقى فيه ايقونه كده فوق في الهيدر فيها ثلاث اربع شروط تحت بعض كده، ولما بندوس عليها بتطلع لي السايد منيو، لما ندوس عليها تدخل لي السايد منيو. هي دي اسمها توجل، دي اسمها ايه؟ توجل. توجل دي يعني زرار بيعلق يا اون يا اوف، يا اه يا لا، يا ترو يا فول. فبيقول لي ازاي بقى؟ بيقول لي كل الفكره انك هتريجر المنيو بالكود، هتنادي على حاجه اسمها ايه؟ دي كده يو اي دوت توجل ليفت سايد منيو او يو اي دوت توجل رايت سايد منيو. هتكتبه تحت الزرار، يعني هتركب المنيو، هتركب الايقونه جوه الهيدر. سيبني اقول لك كلمتين قبل ما يطير. خلاص هتركب لينكه، واللينكه جواها صوره اللي هي صوره الايه؟ الصوره دي او صوره وخلاص صوره، وهتيجي على اون كليك هتنادي على فانكشن بمين؟ بالجافا سكريبت، صح كده؟ الفانكشن بالجافا سكريبت تكتب جواها الكلمه دي علامه الدولار ساين دوت يو اي دوت توجل رايت او ليفت سايد مينيو، وبناء على كده تبدا تظهر. ولما يداس عليها تاني هنرجع نفس الكود. ما هو يا رايت يا ليفت، هو انت هتجنننا ليه؟ ايوه بيديك المثالين. خلاص؟ يقول لك هتكتب يا رايت يا ليفت، انت هتطلعها رايت ولا هتطلعها ليفت؟ انت شايف هتطلعها خل ولا ليفت ولا لا 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 ايتين لا. خلاص انت تقول له توجل ليفت سايد منيو، خلاص تظهر الليفت سايد، او انت شغال رايت فتقول له رايت وهي السطر هو هو، مش هتقول له اف ان هي مفتوحه اقفل او اف ان هي مقفوله افتح. لا توجل معناها ان هو دايما بيعلم لنفسه، لما يكون اه يرجع هو لا، او يقول لا يرجع هو اه لوحده. فانت تكتب كلمه واحده بس. قال لك وممكن تتحكم لو انت عايز تظبطها بايديك، لان ساعات بنعمل ايه؟ ساعات بيبقى منيو لينك صوره تدوس عليها يفتح لك المنيو، تقوم خافي الايقونه دي وتخليها ايقونه ايه؟ ايقونه ثانيه هي اللي تقفل. فاهمين الفكره؟ هيكون بتفتح وهيكون ايه؟ فممكن يكون انا عايز بقى بمزاجي بقى اعملها ازاي ديت؟ قال لك تعمل كده بقى يو اي توجل ليفت سايد ومديها ترو، او مديها فولس. ترو تظهر، فولس ايه؟ تخفى. فتره بتظبطها انت طبقا للي انت ايه عايزه. طبعا يا تعملها ليفت يا تعملها رايت. يقول لك ازاي تغير السايد منيو على بانل معينه؟ هيقول ادي كلاس وده بانل. البانل دي ليها داتا ناف اسمها مين، وداتا اسايد اسمها رايت، ماشي، وداتا تايتل اسمها تيست، دفا تانية بانل، الداتا ناف اسمها سكند، وداتا اسايد اسمها رايت واسمها تيست 2. اللي حصل اه ازاي الشنج تحت، انا قلت ايه اللي حصل، انت كاتب اتنين عاديين يعني، عمل بنالينا هم ومظبطهم، ازاي يغير فيهم بقى؟ ده اللي هيبدا يقوله بقى دلوقتي. يجي يعمل ايه؟ يقول لك يو اي دوت سيت ليفت سايد منيو، خلي المنيو على الشمال الليفت، خليها ايه 200 بكسل،
يبقى set left side menu width تخليك تقدر تتحكم في العرض بتاع مين السايد منيو، تكبرها شويه او تصغرها شويه طبقا للرؤيه بتاعتك. يو اي دوت ريدي وتبقى كاتب فانكشن، دي معناها ايه بقى؟ لما تبقى جاهزه شغل لي الفانكشن دي. شغل لي مين الفانكشن دي؟ الفانكشن دي فيها كود بيست الليفت سايد منيو ويتس على، هيروح على الاي اف يو اي ويخلي الويتس هو هو ناقص 50. بمعنى انتوا ناسيين ان احنا عندنا الدفايه الرئيسيه اللي اللي بتلم كل الدفات مع بعض اسمها اي اف يو اي. فاكرين الكلام ده؟ يعني لو جينا بصينا كده على الاكس دي كي بتاعنا في الديفولب في الكود هنلاقي ان تحت بادي على طول، تحت بادي على طول في ديفايه اسمها ايه؟ اي اف يو اي. هو عمل ايه بقى؟ بيقول لك في طريقه حلوه قوي ان تعمل كده وتكتب ايه اسم الاي دي اللي هو الاي اف يو اي. خلاص انا قلت له ايه في يو اي دوت الويدث كده جاب لي عرضها قد ايه، يعني عرضها على الشاشه قد ايه، قال لك نقص منها 50. فمعناها ان المنيو هتبقى هتطلع قد الشاشه الا 50 بكسل. فهمتوا؟ يروح ايه يا ابني الامثله بيت العكس يا ابني، مش لازم دي عكس دي ودي زي دي، لا يعني ايه، يا اما تكتب السطر ده في حين ان انت عارف انت عاوز تطلعها بقد ايه عرضها، او اويشن، او انك تقول له لما تكون حاجه جاهزه تخلي سيت ليفت سايد مينيو ويتس زي اللي فوق بالظبط، بس ما اديتوش 200 بكسل بس على طول، لا بقى هنا عملت له ايه بقى؟ قلت له روح على الاي اف يو اي، قال لي عارفها الديفاي اللي بره، بس اكمل طيب. روح على الديفاي بتاع الاي اف يو اي، هيروح عليها دوت ويتس يجيب لك عرضها قد ايه؟ يقول لك نقص لي من عرضها 50، فيخلي الايه؟ المنيو قد العرض عادي بس اقل منه ب 50 كده شويه. خلاص؟ والست الرايت سايد منيو ويتس خليها 300 بكسل، تبقى انت لو ظبطت لو حابب تظبطها على مين؟ على الرايت. ودي حاجه، ده سطر وده سطر وده سطر تاني وده سطر غيرهم. دي طرق من طرق تغيير الحجم بتاع السايد منيو. هناخد امثله بس واحده واحده، احنا دلوقتي بنشوف الخصائص بالتفصيل الممل، هو ممل فعلا، وبعد ما نخلص منه هناخد بقى مثال، يعني هنعمل شاشه مثال لسايد منيو، مثال لسبليت فيو، مثال لفورم، مثال لمش عارف ايه، مثال 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 مثال. خلاص كده؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش. ايه اللي زي السبليت فيو اللي هو احنا كنا عليه عاملين نتكلم لسه فيه، اللي هو بالشكل ده لما يكون عندي منيو متظبطه هنا وعندي هنا عرض. خلاص مؤمن معايا؟ خلاص. ففي التابلتس اوتوماتيك بتطلع الليفت منيو دي ظاهره، يعني زي كده دي بتجيب على الايميليتور بتاعك وتعرض على اي تابلت من التابلتس اللي موجوده، بتلاقي على طول بيبقى عارض السايد ايه؟ السايد منيو. انا مش عارض ليه؟ هو الباك جراوند خلفيه سودا، فالصوره اصلا صوره شفافه بتعمل كده عشان الصوره بي ان جي، لو الصوره عاديه كانش عامل كده. نعم مش سامعك. ما احنا ممكن نغير بقى لون الخلفيه بتاعتنا او كده. المهم هو بيتكلم دلوقتي على ان في بعض التابلتس بتعرض اوتوماتيك السايد منيو، فبيقول لي لو انت عاوز تظهرها بتعمل كده يو اي دوت سبليت فيو بتساوي ترو كده، انت عايز تظهرها، لكن عايز تخليه ما يظهرهاش بتقول له ايه يو اي دوت ديسيبل سبليت فيو بس كده. عايز تكتبها على طول كده يبقى على كله، عايز تكتبها تحت الزرار توقفها زي ما انت عايز، ده سطر كود بيوقف. خلاص كده، خلاص دي كده السبليت فيو ازاي نوقفها وازاي نعرضها. اه هيخش بقى في الايه في الفورم ايه بعد كده نتكلم على الفورم ستايلز. الفورم احنا اتكلمنا عنها واستخدمنا منها بعض الحاجات،
زي في الاليمنت هنا سوينا بعض حاجات لكن ما سويناش كله زي الفورمز دول فورم انبوت تكست اريا السيلكت الراديو باتن اللي تشيك بوكس الباتن التوجل كل دي عناصر تخص الفورمز يعني مثلا لما بجيب انبوت كده بيطلع لي ادي الانبوت وادي ليبل ليه وادي الايه الانبوت لو انت عايز تكتب فيه حاجه ادي الاي دي والبليس هولدر والليبل لو انت عايز تحط اي خصائص بتحطها هنا في الستايل او بتخش جوه الكود فبتلاقي عندك ادي اهو انبوت التايب تكست وانا عامل ستايل فلوت ليفت يعني هو بقى على الشمال لو في اي حاجه ثانيه جنبي تلف على اليمين معنى منها هو بيكلمنا هنا بقى بيقول لي ان الفورم ستايل بيقول لك ان الابلكيشن فريم ورك دوت برده اليو اي بتاعته بتديك مجموعه من الستايلز اللي هي اصلا بيلت ان السي اس اس فايل بتاعه اللي هو بينزله مع المكتبه اللي هو جوه سي اس اس اللي هنا ده اللي هو زي ما احنا عرفنا المره فاتت اسمه اي اف دوت يو اي دوت سي اس اس فبيقول لي ان انا جواه بظبط لك بقى كل الخصائص الخاصه بالانبوت تاجز ازاي التشيك بوكس والراديو باتن والتوجل والكلام ده كله الانبوت بقى والتكست اريا والسيلكت بوكس والكلام ده برده بيستلكتد وبيعمله كاستمايز على حسب نوع البلاتفورم على حسب نوع البلاتفورم وكده لان السيلكتد بوكس ديت بتبقى مثلا في الاي او اس ليها عرض غريب بتنزل منيو تحت كده كبيره مدوره كده تبقى لها شكل كده انيميشن بتتعمل هي كده في الاي او اس المهم بيدينا اكزامبل قال لي انبوت التايب تشيك بوكس ماشي بقى يطلع تشيك بوكس اسمه كونفيرم والاي دي كونفيرم عادي وليه ليبل فور كونفيرم يعني ايه فور كونفيرم يعني العنصر اللي اسمه ايه كونفيرم ايه الليبل ده يعني هيطلع الليبل ده على شماله او على يمينه طبقا للشاشه كلمة do you agree to the terms هل انت موافق على صلاحياتنا او على حقوقنا او على شروطنا يبقى كده هيظهر لك التشيك بوكس ده ادي الليبل بتاعه مرتبط بالايه بالتشيك بوكس اللي هو هيتعلم فيها صح يا ما اتعلمش فيه input type radio الراديو طبعا بيبقى عبارة عن ايه زرار مدور او مجموعة ازرار مدورة يتعلم على واحد فيهم بس تعلم على واحد فيهم بس لازم يكونوا هم كلهم ممكن يكون عندي مثلا بقول له الجندر طبعا يعلم على كلمه ميل يعلم على كلمه فيميل لكن ممكن برضه اقول الحاله الاجتماعيه متزوج ولا مطلق ولا اعزب ولا مش عارف ايه فلاقي ان الفورمه بتاعتي يا اما يعلم على فيميل يا فيميل يا يعلم على متزوج او اعزب او فلو انت عملت راديو 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 هتلاقي ان هو يعلم على متزوج فيسيب ميل وفيميل ودي مالها ومال دي فلازم احدد ان ميل وفيميل دول مع بعض اما متزوج واعزب دول مع بعض يعني اعمل لهم جروبنج اعمل لهم ايه جروبنج عشان يبقى دول مع بعضهم يعلم على واحده ودول مع بعضهم يعلم على واحده ودول مع بعضهم يعلم على واحده فلو قلت التايب راديو اذن النيم جندر الفاليو ميل وهنا النيم جندر الفاليو فيميل يبقى انا لو سالته بعد كده على الجندر هيقول لي يا كلمه ميل يا اما كلمه فيميل على حسب ما هو مختار وادي الاي دي وطبعا بيظبط لها ايه بيظبط لها ليبل والليبل فور ميل الفاليو بتاعته ميل يبقى الليبل ده يطلع مع الميل والليبل ده يطلع مع الفيميل يعني كلمه ميل تظهر قبل الزرار وكلمه فيميل تظهر قبل الايه قبل الزرار بتاعه التوجل انبوت تايب تشيك بوكس النيم اسمه سلايدر والاي دي اسمه سلايدر لازم تديله كلمة كلاس توجل لأن ما عندناش تايب توجل ما عندناش تايب اسمه توجل أنت تعمله تشيك بوكس عادي وتقول له كلاس يشتغل كأنه توجل وتديله الكلام اللي أنت عايزه بس المهم ليبل فور سلايد سلايدر تديله الداتا أون يعني لما يكون هو مختاره ما هو التوجل ده عبارة عن زرار بتدوس عليه يعلق أو تدوس عليه تاني يسيب التعليقة تدوس عليه يعلق أو تدوس عليه يسيب التعليقة هو كده فتقول له الداتا أون في كلمة يس والداتا اوف كلمة نو او الداتا اون كلمة ترو والداتا فولس كلمة فولس يعني الفاليو هنا اللي انت عايزها زي ما انت عايزها يعني الداتا اللي هنا دي زي ما انت ايه يا كلمة نو كلمة يس كلمة ترو كلمة فولس على حسب ما تستقبلها في البرمجة يعني زي كده زي ده لما يزقه على اليمين
يشيل يس لما زق على الشمال يشيل كلمه ايه نو دي الفورم ستايلنج. السي اس اس ستايلنج بقى ازاي اشتغل بالسي اس اس واظبط الستايل بتاعي؟ بيقول لو انت عايز تظبط الهيدر طبعا تكتب هاش هيدر وتحط من اول هنا ادي الفتحه وادي القفله وتكتب الخصائص عادي اكنك سي اس اس عادي اكنك ستايل شيت عادي. طبعا ان احنا ساعات بنعمل ستايل شيت ملف خاص بينا احنا وبنظبط فيه عشان ما نبوظش الاي اف يو اي. الاي اف يو اي ليه تنسيقات وما تبوظهاش. اعمل فايل لوحدك ليك انت ستايل شيت لوحدك وظبط فيه الايه الخصائص بتاعتك. فبيقول لك عادي اعمل هاش هيدر واكتب اللي انت عايزه عادي. طب لو الكونتنت وعايز توصل له تكتب كده هاش اي اف يو اي دوت اندرويد ده شكل هاش كونتنت ظبط الكونتنت. طيب حكايه الاندرويد ومش الاندرويد دي والاي او اس هلعب فيها ازاي؟ اقول لك ما تستعجلش هي جايه في الاو اس سيمز يعني الخطوه اللي جايه هوريك ازاي تتحكم لو انت عايز تشتغل على اي او اس او عايز تشتغل على اندرويد او عايز تشتغل على الكلام ده هوريك تظبيطه في الدرس الجاي. لكن يهمني بس اكتب هاش كونتنت واشتغل عادي جدا. زي هاش هيدر واشتغل عادي جدا هاش كونتنت والباتم اقول له زيرو والكلام ده كله عادي. طب البانل عشان البانل البانلز بتاعتنا كنا بنقول كلاس ونسميه بانل لازم تقول هنا دوت بانل. لكن اللي فوق دول ليه بكتب هاش كونتنت وهاش هيدر؟ لان هم الاي دي بتاعهم كان هيدر والاي دي بتاعه كان كونتنت. اللي الاي دي بتاعه عايز تتحكم فيه في السي اس اس تكتب قبليه كلمه ايه؟ كلمه هاش. اما اللي الكلاس بتاعه اسمه بانل تكتب في السي اس اس دوت بانل. تكتب في السي اس اس دوت ايه؟ دوت بانل. قال لك التوب ب 30 بكسل يعني سيب التوب ب 30 بكسل والباتم سيب 0 بكسل والباك جراوند خليه اللون ده. يعني مثلا ممكن تيجي وتعمل فايل ستايل دوت سي اس اس وتكتب زي ما هو علمنا على الداش بانل يبقى له دوت بانل يعني اي حاجه الستايل بتاعها بانل. اظبط الباك جراوند كلر على وايت بس لازم تيجي جوه ملف الاندكس دوت اتش ام ال ده فين لينك اهو اهو واخد الكود بتاع اللينك ده بيست بس هتخليه المره دي بينادي على السي اس اس بس مش هينادي على الملف ده هينادي على ملف اسمه ايه السايل اللي احنا عملناه فايل سيب اول شفتوا ما سمعش اي حاجه خالص الانبوت موجود وكل حاجه بس ما عملش رد اللون الابيض. قد يكون بسبب ان ملف ذات نفسه ملف ال AFUI ظابط كده. قد يكون ملف ال AFUI ده ظابط الباك جراوند كلر. تعال نشوف كده. ادي البانل اهو. على العموم عشان ما ندخش احنا ممكن نقول له باك جراوند كلر طبعا بسبب ان هو عامل اسود لان في كونفليكت في الاكواد يعني الستايل شيت اللي عنده هو جوه بيقول له اعمله لونه اسود او بيقول له شوف الديفولت بتاع الاوبريتنج سيستم وخليه زيه فجايبه اسود فاحنا محتاجين ان احنا نقول له عايزين نخليه ابيض وفي نفس الوقت لو الكود ده عامل كونفليكت مع كود تاني ممكن نعمل كده علامه التعجب وكلمه امبورتنت يعني ايه بقى؟ يعني شغل الكود ده اجباري حتى لو هو عامل كونفليكت مع حاجه تانية الا طبعا لو كان هنا انت عامل له اجباري وهناك هو عامله اجباري يبقى هيعمل بقى اي حاجه ما اعرفش هيعمل ايه ساعتها. المفترض لو في كود معمول له كونفليكت هنا مديك لون وهناك مدي له لون يبقى انا طبعا قلت له كده اهي امبورتنت يبقى لازم يكون ده الاول ده الاحق بالتنفيذ. فعلا سمع
سمع معانا هو وغير اللون حتى على الايباد هيغير اللون بتاعه. لا الايباد كده 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 اللون بتاعكم مظبوط. وكان ضارب في حاجات الاندرويد ظبط هو معانا الاداء في الاندرويد خلاص كده. قال لك النافار برضو هاش نافار واديها اللي انت عايزه. يعني من الاخر السي اس اس مفيش اي تعديلات خالص غير بس عايز ياكد عليك لو الاي دي اعمل ايه؟ اعمل هاش. اما لو الكلاس اعمل ايه؟ اعمل دوت. بس النافار هاش برضو ماشي. طب الاوبريتنج سيستم لو انا عايز اظبط نفسي على حسب الاوبريتنج سيستم فبيقول لي في سيمز خاصه بالاوبريتنج سيستم زي الاي او اس وده الديفولت على فكره. يعني الاي في يو اي بتشتغل الديفولت بتاعها الاي او اس. اندرويد ويندوز 8 وفون 8 بلاك بيري الكلام ده كله ازاي ممكن تديسيبل الكاستم او اس سيمز اصلا. تيجي كده في الكود وتقول له يو اي دوت يوز اوبريتنج سيستم سيمز بتساوي فولس يبقى خلاص كده يبقى هيشتغل على السيمز اللي انت حاططها مش على الاوبريتنج سيستم النظام. مش هيخلي المنظر نيتف. لا خلاص النيتف انتهى شال على النظام اللي انا عايزه شال على النظام اللي انا ايه عايزه. طب افترضنا انا عايز اشتغل هتارجت جهاز معين في الديفايه بتاعت اي اف يو اي او كلاس اي او اس 7 او اي او اس او اندرويد او اندرويد لايت او ويندوز 8 ادي له انت اللي انت عايزه اندرويد لايت ويندوز 8 ويندوز 8 لايت بي بي اللي هو بلاك بيري يعني تيزن الى اخره. يعني احنا دلوقتي لما نبص على الديفلوب خش على الاندكس هتلاقي ان هو ظابطه على مين اي او اس ده الديفولت بتاعه صح. ادي له كده ايه اندرويد خش على العرض هتلاقي ان في ستايلنج حصل مختلف صح. في ستايلنج حصل مختلف حتى لو انت جيت على الديزاين هتلاقي الديزاين ده كان الاو اس. شوف كده عمل ايه خدتوا بالكم ظبطوا على الديزاين بتاع الاندرويد يعني خلاها اسود. هي كانت الاولانيه مزرقه تدرجات وكده هو الاي او اس كده كان عامل كده. يعني انا مش عارف اقول لكم ايه بصراحه. طب لاحظ كده انت شايف ده اسود اهو صح وده اسود. لو دخلنا كده في الكود هخليه اندرويد برضو بس اندرويد لايت. بص كده على الديزاين شايف بقى خلاه ايه نظام الاندرويد بس اللايت ومن تحت اهو. ده كده تغيير في الديزاين ذات نفسه العام بالظبط كده. فانت اهو من الاسماء اللي عندك وانت شوف انت هتارجت ايه وحطه خلاص. يا اما بالكود تقول له يوز او اس سيمز ديفولت او تيجي هنا ذات نفسك في الكود ذات نفسه وما تحددش الكلاس خالص يبقى على حسب انت بتحدده. اه بقى خلاص كده هيديك بقى الالوانات الاساسيه ازرقات كده وانت بقى حسب بقى ما انت بتنظم. وهتلاقيه بقى اتعرض لك بقى في الايه على حسب كله اوبريتنج سيستم بقى بيسمع خلاص. زي ما انت شايف كده خلاص. دي كانت الاو اس سيمز. الجريد سيستم من اهم الحاجات اللي هي الجريد ده بقى التيبل لما يكون عندك بيانات جاي شكل جدولي. وبتهمنا قوي الحاجات دي. فبيقول لك الفريم ورك دوت بيبروفايد لينا وبيسبورت جريدات مهمه جدا. ماشي تعال نخش الشغل على طول. بيقول لك انت ممكن تختار من حاجات اساسيه 2 في 2 3 في 3 الكلام ده حاجات ثابته جاهزه. لو دخلنا كده على الديفلوب هتلاقي هنا في جريدات اهي ادي جريد 2 جريد 3 شايفينها 1 3 و 2 3 فشايفينهم شايفينهم. ده الحاجات الجاهزه دي الحاجات الايه الجاهزه. انا عايز اشيل الانبوت ده ديليته. تعالى كده عندك على اي بيج دي مثلا وهات الجريده دي هتلاحظ انه قسم لك الصفحه ايه
نصين صح؟ اقدر بعد كده اعمل هنا احط ادوات زي ما انتم شايفين ما بتطلعش على الجنب الايه؟ التاني، واقدر الناحيه التانيه احط ادوات ما تطلعش على الجنب، يبقى انت كده عايز تشتغل في صفحه من عمودين، فهمنا فكرتها؟ طبعا دي ساعات بنبقى محتاجينها. سهله جدا ها؟ بس هو بيقول لي الكود بتاعها بتعمل ازاي؟ بتعمل ديفايه كلاس اسمه جريد، كلاس اسمه ايه؟ وكل الديفات اللي جواها كول تو كول تو كول تو، يعني ايه نظام كول تو؟ يعني على عمودين، وتيجي في الاولانيه تحط اللي انت عايزه، وتيجي في الثانيه تحط اللي انت ايه؟ عايزه. فيها مشكله كده؟ نعم؟ يعني لو دخلنا هنا كده في الـ في الـ في الكود قلت له فايند على كول تو، هلا اهو ادي ديفايه الاولانيه اسمها ايه؟ اسمها جريد. الديفايه اللي جواها الكلاس بتاعها اسمه كونتينر كول تو، وانا حاطط بقى شويه حاجات جواها صح؟ لينكات وكلام من ده. وبعد كده ديفايه ثانيه اسمها برضو ايه؟ كول تو، حاطط فيها صوره وشويه لينكات. دي الطريقه لو انت عاوز تعمل ايه الصفحه بتاعتك على العمودين، على العمودين. طيب ماشي، في اللي هو على ثلاثه مش تعمل اي حاجه، هتخليها كول 3 كول 3 كول 3 بس. اعتقد ان هي تافهه قوي، وفي الديزاينر لو شلنا حتى الكلام ده ديليت وحبينا نجرب جريد 3 خلاص، هتلاقيها برضو عباره عن ديفايه اسمها جريد وسلاش ديف، وفيها جوه ديف والكلاس كول 3 ديف والكلاس كول 3 ديف والكلاس كول 3. هو بيظبط نفسه على حسب، حتى لو تابلت على حسب بتاع بيظبط الاداء اهي. كلاس جريد وبعد كده كلاس كول 3 كلاس كول 3 كلاس كول 3 1 3 2 3. تعملها ازاي؟ جريد وتقول له كول 1 3 يعني ايه؟ عشان اوريكم بالمنظر احسن. اصل انت متشوق. فال 1 3 ما ظبطش؟ هنجربه لك دلوقتي. 1 3 اهو. معناها ان الصفحه اربع اجزاء. ده الجزء الاول والثاني قد ثلاثه. والتاني قد ايه؟ قد تلاتة. عاملها ازاي دي؟ بالكود. قال لك كده ديف كلاس اسمه جريد، والاولاني تقول كول 1 داش 3، والديفايه التانية كول 2 داش 3 بس. فيها مشكلة؟ فيعمل لك واحدة قد واحدة قد خانة، والتاني قد ايه؟ قد تلاتة. اسف، والتاني قد اتنين مش قد تلاتة. والتاني قد اتنين، يعني بمعنى ان دي لو يعني دي قد دي مرتين، دي قد دي ايه؟ مرتين. يعني بالاخر بيمسك الصفحه بيقسمها ثلاث قطع، ثلاث اعمده، يخلي الاولاني في العمود الاول ويخلي الثاني في العمودين الثانيين. فهمنا الفكره؟ فيبقى ايه؟ كول 1 داش 3 وكول 2 داش 3. خلاص كده؟ اخر واحده اللي هي 2 3 2 1 3 اللي هي 2 3 دي. اعمل ديليت. تشد دي كده هتلاقي بقى قسم لك الصفحه ثلاث خانات، ثلاث اعمده. الاولانيه حجمها 2 والثانيه هي اللي حجمها ايه؟ حجمها 1. كده ثلاث اعمده بس الاولاني حجم 2 والثاني حجم ايه؟ حجم 1. فهمنا معناها دي؟ ودي هتكتبها ازاي بالكود؟ نفس الكود اللي فات بس كول 2 3 داش 3 كول 1 داش 3 بس. ودي بقى ترص الحاجات اللي انت عايزها طبقا للتقسيمه. فالجريده دي تقسيمتها مهمه. فيكتور ايكونز ازاي استخدم الايقونات، ودي سهله جدا. اهم حاجه يكون الصفحه بتاعتك منادي على اللينك ريلاتيف، منادي على اللينك ريلاتيف تكست على ستايل شيت وهايبر ريفرنس. طبعا هنا بيناديك على هايبر ريفرنس خارجي. طبعا المكتبه بتاعتنا
جاهزة. فهتنادي على مين؟ هتنادي على icons.css. احنا هنادي على icons.css خلاص؟ هنادي على icons.css بس. هيبقى متاح لنا ان احنا نستخدم الايقونات بقى. متاح لنا ان احنا نستخدم الايه؟ الايكون. اي ديفاية كلاس ايكون مسافة هوم. ايكون هوم مسافة ميني. ايكون هوم بيج. شفنا الكلام ده في الديفات وفي الايكونات. وهنا هم من الستايلر او من الديزاينر. ستايلر ايه؟ الديزاينر. خلاص. ان احنا ممكن نحط لينك. او جربناها فين؟ انا مش فاكر. جربناها في الـ في الـ في الفوتر اهو صح؟ فاكرين لما كنا بريفيوس وهوم ونيكست كنا بنيجي على الايكون هنا بنختار كلمه ايه؟ كان بنختار اي ايكون من الايقونات دي. كل الايقونات دي اهي هو دي الايقونات اللي بيحكي عليها. خلاص. لو جينا بصينا في الكود بتاعها, تعال نشوف كده الكود بتاعها في بريفيوس, هتلاقي كلمه ايكون كلاس ايكون مسافه واسم الايقونه. لو عايز تعرف كل اسماء الايقونات, اهي كل اسماء الايقونات متخزنه عندك هنا. خلاص. تعال نبص على الكود بتاعها. اهو كلاس ايكون مسافه ليفت, فيجيب لك ايه السهم اللي موجود على ناحيه الشمال صح كده. بس ايكون مسافه رايت, ايكون مسافه زي ما انت عايز زي كده. ايكون مسافه هوم, ايكون مسافه هوم وميني يعني بيت صغير. ايكون هوم بيج, عنوان هوم بيج والى اخره. وحط بقى كده كل الايه بكل اللي انت عاوزه, كل الايقونات اللي انت عايزها. ده الشغل مع الايكونز, شغل مع الباتنز. نخطف الباتنز بقى, نخطف الباتنز قبل ما تخطفنا. خلاص. ايه دي لينك الكلاس باتن, معناه ان هو عايزين نزوره في شكل ايه؟ لينك اه بس شكل زرار هوم. ماشي. اسبان وكلاس باتن ينفع برضه يطلع شكل زرار. ديفايا وكلاس باتن يطلع برضه شكل زرار, سواء كان لينك او اسبان او ديفايا. عايز تروحهم في شكل زرار تقول كلاس باتن, تقول كلاس ايه هيطلع في شكل زرار. طب انت عايز تعمل سهم الى السابق تقول ايه كلاس باتن مسافه بريفيوس, يبقى طلع لك زرار شكله ايقونه للبريفيوس. نعم. اه يعني لو انت مثلا لينك اهي فدخلنا في الديزاينر بتاعنا, ادي الانكور دي كانت بتودينا على صفحه عجيب شلناها, خلينا مكان الانكور هنا. تعال نخش على الكود نفايند على الانكور. ادي اللينك بتاعت انكور صح؟ صح؟ سيبك منها, اعمل بيز. ايه ده؟ خليها الكلاس اهو كان فاضي صح؟ الكلاس كان فاضي اهو. تعال نحط الكلاس بتاعنا اللي هو كلاس باتون وبريفيوس صح كده. تعال نبص على الديزاين هيبقى عامل ازاي. بص بقى ايه بقى ازرار, والزرار زرار مسهم من الشمال, يعني في سهم للشمال او شايفينه. طبعا مش هقدر اجرب كل الحاجات دي, يعني انتوا جربوا, يعني انا اقول وانتوا جربوا. خلاص. باتون نيكست, باتون هوم. لو قلت باتون ايكون هوم بقى فانا هيطلع لك ايقونه, هنا هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك ايكون مش زرار بقى بس, ايكون وعلى زرار, ايكون وعلى زرار. يعني ايه؟ يعني نشوف عشان الحاجات دي بتتشاف. دخلنا على الايميليتور, ادي الزرار وادي الايكون اهي على الزرار, مش الايكون كده على جنبه والكلام. لا لو انا عايز اديله ايكون بالمره نكتب ستايل شيت, نكتب انت ايدك الستايل شيت اللي يعملها كده. خلاص. الكالرز بتاع الزراير بيقول لك ان اليو اي بيبروفايد الكالرز الاساسيه اللي بتاعت الباقي هو لوحده بيمانج حكايه الكالرز دي. لكن لو انت عايز تحط مناخيرك فعندك الكالرز الاساسيه اللي هم دول الجري واليلو والريد والجرين والاورنج والبلاك
بس يعني يفضل انك ما تطلعش بره حد الاساسي. انا بحب دايما النيتف بصراحه, بس لو انت عايز تلعب بقى بالحاجات دي العب براحتك يعني. ساعات الواحد بيحب الديزاين يكون ملعلع خلاص, لكن في ناس خلاص بيحبوا النيتف. ليه بقى؟ اللي دايما اللي بيحب النيتف ده راجل معقد. ليه بقى؟ هقول لك ليه عشان تبقى انت عارف. لان بيبقى هو اشتغل زمان نيتف, لكن كل عقودته انه يخرج بره الايه, بره النيتف. فلما خرج بره النيتف وبدا نعمل حاجات مش خارج النيتف يعني وكده, بدا بنعمل حاجات عاديه كده, فكان بقت كل الناس تقول لك اه انت شغال بالفريم ورك بتاعت الويب, ما انتش شغال اصلا موبايل, شغال بالنت. فبقيت انت عايز تعمل بقى بالويب بس تعمله نيتف, فاهم انت؟ فالمراحل دي عقدتنا شويه. مهم ادي الالوانات, لو انت عايز تجرب يبقى ظبط الالوان بتاعت الايه, الزراير زي ما انت عاوز. يبقى لنا الايفنتس والجي كويري واليو اي كويك ستارت, دول فيهم شغل كتير, خليه في فيديو تاني.